الإدارة العامة لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي بوزارة العدل. تسعى وزارة العدل إلى استكمال خطة تطوير وميكنة قطاعي الخبراء والطب الشرعي من خلال الدعم المستمر برفع كفاءة البنية المعلوماتية واستخدام أحدث الأجهزة والطرق العلمية بما يضمن النزاهة والسرية والحيادية بما تقوم به من خدمات للمواطنين، وذلك في إطار ما تقوم به أجهزة الدولة نحو التحول الرقمي وما تنتهجه وزارة العدل في هذا الشأن. ويشمل التحديث والتطوير للبنية المعلوماتية 26 إدارة وقسم بقطاع الطب الشرعي وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. القطاع الأول الطب الشرعي، وينقسم إلى الطب الشرعي الميداني، المعامل الطبية الشرعية، المعامل الكيميائية الشرعية، أبحاث التزييف والتزوير. عدد مكاتب الطب الشرعي على مستوى الجمهورية 29 مكتب طب شرعي ميداني. عدد عيادات العنف ضد المرأة 3 مكاتب على مستوى الجمهورية. عدد المعامل الطبية الشرعية 2. عدد المعامل الكيماوية الشرعية 8 معامل. مكاتب التزييف والتزوير 10 مكاتب. وتتكون خطة التطوير من 3 محاور، وهي البنية المعلوماتية، بيئة العمل الفني، التوسع الجغرافي. أولاً البنية المعلوماتية، دورة العمل المميكنة، وتتكون من تسجيل القضايا الواردة بالنظام، الاستيفاء المخزني للأحراز، التوزيع من خلال رئيس القسم، فحص القضية من قبل الطبيب أو الخبير، تحرير التقرير، مراجعة التقرير والاعتماد، التصدير النهائي للتقرير. ثانياً تطوير بيئة العمل الفني، تم منح وحدة البصمة الوراثية DNA شهادة الاعتماد الدولي باشتراطات العمل الجنائي، وبذلك سيتم اعتماد الطب الشرعي دولياً، كما يعتبر هذا هو الأول في مجال العمل الجنائي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. ثالثاً التوسع الجغرافي، يستهدف هذا المحور التسهيل على المواطنين المتقاضين وإعفاءهم من أعباء الانتقال بين المحافظات وزيادة معدل الإنجاز في القضايا. تم افتتاح قسم الطب الشرعي بمحافظة السويس في يناير 2019، وذلك لخدمة مواطني محافظتي السويس وجنوب سيناء. تم افتتاح قسم الطب الشرعي بمحافظة الأقصر في شهر أبريل 2019، وذلك لخدمة مواطني المحافظة باعتبارها من أهم الوجهات السياحية بالجمهورية. واليوم 18 من ديسمبر 2019 يتم افتتاح إدارة المعامل الكيميائية الشرعية بمحافظة قنا، والتي ستقوم بخدمة مواطني محافظات أسوان، الأقصر، قنا والبحر الأحمر، وذلك في قضايا المخدرات والسموم، والتي كانت تنظر سابقاً بمحافظة أسيوط بشمال الصعيد. ويأتي العائد مما تحقق من إنجازات وزارة العدل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي ما يلي: تسجيل الإجراءات إلكترونياً لكل قيد وارد من المحاكم والنيابات والجهات الأخرى، وهذا يحقق الشفافية ويقضي على شبهات فساد. زيادة معدلات إنجاز التقارير الفنية بنسبة تجاوزت 30%. زيادة جودة التقارير الفنية وبجودة عالية وآمنة جداً. ومن أهم الأجهزة التي تم دعم إدارات الطب الشرعي بها: جهاز تحليل ومقارنة البصمة الوراثية DNA، أجهزة تحليل الكروماتوغرافي المتبوع بكاشف مطياف الكتلة والمستخدم في الكشف على السموم والمخدرات، جهاز الكشف عن وسائل التأمين في جوازات السفر والعملات وتزوير المستندات، جهاز أشعة إكس المتنقل والذي يظهر كافة الإصابات الظاهرية والداخلية بجسد المجني عليها. وبلغت نسبة إنجاز القضايا المحالة للقطاع 96%. فمنذ يناير 2019 وحتى نهاية نوفمبر 2019 ورد للإدارة 184,428 قضية، تم إنجاز 177,849 قضية، ولم يتبقى سوى 6,579 قضية فقط جاري إنهاؤها.
القطاع الثاني الخبراء. يختص هذا القطاع بتنفيذ قرارات الجهات القضائية متمثلة في المحاكم باختلاف درجاتها والنيابة العامة ومحاكم مجلس الدولة بشأن طلب رأي الخبرة الهندسية والزراعية أو المحاسبية في القضايا المنظورة أمامها، فضلاً عن فحص ما يرد إليها من طلبات خبرة من إدارة الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة. وفي إطار سياسة وزارة العدل لتطوير وميكنة القطاع